سايني ويان لينار سايني بالقدم اليمنى سايني سيلفا يلعب كرة عالية خطيرة. التعادل التعادل يأتي الآن عن طريق اللاعب فاريلا، فاريلا بضربة رأس يتعادل الآن للمنتخب الفرنسي للشباب 1-1. كرة بالأمام محاولة خطيرة تأتي الآن لجنبها مرورة تسديدة جول جول يأتي الآن لسان يانج. سان يانج لاعب رديف بايرن ميونخ يعاود التقدم للمنتخب الجنبي في هذه المباراة بهدف رائع مر وعدى وفات وسد الصاروخ بالقدم اليمنى في شباك الحارس يالي نارد جامبيا.